ايه رايك في الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ هي معادله صعبه بس احنا حققناها. احنا حققناها بنتائج وبصور وبحالات حياتها اختلفت وطريقه حياتها اختلفت. بعد ما كانت بتروح للدكتور كل اسبوع بتمشي ساعه كل يوم بطلت تعمل كل ده وشغلنا مصانع الحرق عندها في الجسم بمنتهى السهوله وبمواد كلها طبيعيه اعشاب والياف وفيتامينات. حلو جدا. فاكره احنا حققنا نجاحات كتير قوي مع بعض شفها لك. والحمد فأنا لله. انا وانتي ثابتين كده على قاعده ان لما الحاجه بتنجح قوي مع حبايبك بنكررها تاني. وعشان هم بيطلبوها تاني بالزبط. يا ريم بالزبط. يعني لما بيلاقوا حتى الناس بتاخدها على طول والناس بتشكر فيها ويكون المكون بتاعنا او الكورس بتاعنا النهارده يكون فيه حاجه هتوفر عليكم وكمان هتحل لكم مشاكل كتيره قوي لازم يقعدوا يطلبوها تاني ويطلبوا انها تتكرر تاني. طبعا. وعشان كده انا جايه لك النهارده بوكس الحوارق تاني جايبهولك لكل حبايبك اللي بصراحه قلب الدنيا. بالظبط. احنا قلبنا الدنيا بوكس الحوارق لان الناس كلها تقريبا شبه عندها مشكله في الحرق. مشكله الحرق دي بتيجي من ان انا استخدم اعمل دايت كتير غير مناسب لجسمي. ان انا استخدم منتجات ملهاش اي اساس من الصحه. ان انا اكل اكل كتير جدا واكل بالليل وانام. كل ده بيعمل لي ضعف في معدلات حرق الدهون في الجسم. في ناس الحرق عندها شبه متوقف بسبب مرض غده درقيه بسبب انها عندها مقاومه انسولين بسبب عندها تكيسات على المبايض. كل ده عندها مراره عندها مشكله في الرحم عندها انيميا. كل ده بيضعف معايا الحرق. حلو. فانا النهارده جايبه لهم بوكس الحوارق علشان نبتدي نركز ان احنا بننزل من غير مجهود وبننزل كمان من غير ما ندفع فلوس كتير ودي الاهم. طيب تعالي الاول نشوف وسائل الاتصال عشان نلحق دلوقتي على طول. اول ما نبتدي فقرتنا يا جماعه تعرفوا بس اسم البوكس ايه او ايه المنتجات اللي هتوصل لكم النهارده وتجروا على طول تلحقوا تتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه اهي ودي نفس الارقام اللي عليها خدمه الواتساب. مش بس كده ادي كمان صفحه الفيسبوك قدامكم اهي على الشاشه برضو تقدروا تدخلوا على الصفحه وتطلبوا الكورس كورس الحوارق النهارده علشان لما نزلناه اول مره وخلص على طول كانت الكميه محدوده وزعلتوا وطلبتوه تاني لان هو مكوناته فيه حاجتين مهمين جدا جدا لو جبتوها من بره لوحدها بمبلغ كبير ده لو لقيتوها كمان. النهارده الحاجتين دول اللي ريم هتقول لنا عليهم جايين هديه مجانيه. تعالي نقول بقى ايه بوكس الحوارق مكون من ايه. طيب احنا البوكس بتاعنا الاساسي بيبقى كبسولات ونقط واعشاب. تمام. الكبسولات عندي دول موجودين معايا النهارده بخصم 50% والكبسولات بتعمل خمس خصائص. ايه الخمس خصائص؟ اول حاجه اتكلمنا عليها من شويه هي بتكسر فتره ثبات الوزن. انا عندي ثبات وزن لاني استخدمت منتجات كتيره ملهاش اي اساس بالصحه. عندي ثبات وزن لاني عملت اخدت حاجه ملهاش اي اساس بالصحه معموله من كيماويات. اخدت حاجه غلط عملت نظام صاحبتي كانت ماشيه عليه فجالي ثبات ايه في الوزن. انا الكبسولات بتاعتي بتكسر فتره ثبات الوزن دي. حلو. اول حاجه وبتعمل لي تكميم طبيعي للمعده 85%. يعني ايه تكميم طبيعي؟ الناس تخاف من الكلمه. لا انا هعمل لك سيطره وتحكم في الشهيه بنسبه 85%. يعني مش انت اللي هتبطلي اكل، الكبسوله اللي هتخليكي توقفي اكل لما تاكلي 15% بس من وجبتك. حلو. تمام. دي تاني حاجه. تالت حاجه بتظبط لي اي نقص فيتامين موجود في الجسم. عندي نقص فيتامين د، عندي اي نقص في الجسم عامه هي بتظبطه لي. طيب انا كمان الكبسوله بتاعتي بتنحت اماكن تمركز الدهون. تنحت اماكن تمركز الدهون دي يعني انا مش هحتاج كمان اروح اعمل نحت 4D ولا ان انا اروح اشيل حته معينه مضايقاني بطن سفليه اماكن تمركز الدهون في الظهر دقن مزدوجه كل ده هي بتفتته تماما. حلو. كمان الكبسولات بتاعتي بتثبت الوزن بعد نزوله ودي الفايده الخامسه للكبسولات. يبقى انت معاكي علبه كبسولات النهارده بتعمل خمس حاجات ومعاكي النقط والاعشاب بتوعها دول بخصم يا شيف هاله 50%. النقط والاعشاب بمثابه ساعتين تمرين في اليوم. عشان كده احنا قلنا حوارق لان انا معايا حاجتين بيعلوا جدا الحرق في الجسم. ده الكورس الاساسي. طب الهدايا بتاعتك بقى ايه؟ الهدايا بتاعتك النهارده كورس كامل تاني مجانا هديه بنفس الخصائص. نفس الكورس الاساسي هو عليه كورس تاني يغطي شهر كمان. مظبوط. كمان مظبوط. يعني احنا معانا النهارده كده شهرين. شهر هندفع منه 50% وشهر مش هندفع فيه حاجه خالص. مظبوط. طيب انا بنزل قد ايه فتره الشهرين؟ من 25 ل 30 كيلو. يعني انا حلو جدا ما شاء الله. طبعا مهما كانت المشاكل الصحيه اللي موجوده يعني زي ما انت قلتي كده الغده اللي شايل الرحم المراره عندها مشكله سكر عندها مشكله ضغط عندها مشكله مقاومه انسولين
اي مشكله صحيه شفاها ليها الكوش المناسب ليها. تمام. اي حاله صحيه واي مرحله عمريه. يعني انا دلوقتي مش بخص حد، الناس اللي عندها مشاكل في العظام، الناس اللي عندها كوليسترول، كل الناس دي ليها الكورسات المناسبه ليها. حلو قوي. يبقى احنا النهارده عندنا كورس خصم 50% وكورس تاني مجانا تماما. وعليه بقى الثلاث هدايا المميزين قوي الغاليين قوي اللي مش موجودين اصلا ومش تعرفي تجيبيهم. انت معاكي النهارده حقنتين لتفتيت ونحت القوام.